تفاصيله من ديك الامور. شنو نزرعو فيه شي حاجه اخرى ولا كنعرفو شي كتحفر كتطلع حتى الشبكه الى قاصت الشبكه راك عارف دابا الرجلين ديال زعما الغبار الرجلين ديال الدجاج راه هازين كاع الهموم زين كاع الامراض يدروك لي شامبينيون في الجدر شوف شحال تحفرش يا اخوان اللي تيشوفوا الفيديو لاحظوا هذا الشيء ما غاديش نعلقوا على هذا الفيديو غنخليوه هكا اخوان اللي عندهم لافوكا بالضبط اما الاشجار المثمره الاخرى اللي عندها الجذور قويه ما ياثرش عليها الحفر ديال الدجاج لكن في هذه الحاله هذه لافوكا لا 100% سيؤثر كما لاحظوا شكرا مع السلامه.